في أول يوم من شهر رمضان الكريم قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وبحضور خبراء من مديرية الصحة بجولة على عدد من الأسواق للكشف عن مدى توفر المواد الأساسية والحالة الصحية للمطاعم، حيث تم تنظيم ما يزيد عن 100 ضبط تمويني للمخالفات تتعلق بزيادة الأسعار وبيع مادة الخبز التمويني، كما تم تنظيم عدد من الضبوط بحق بعض محطات الوقود وتوقيف عدد من سيارات الأجرة لعدم تشغيل العداد. وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق همام حيدر أن دوريات حماية المستهلك ستكون متواجدة على مدار الساعة، مطالبا من المجتمع الأهلي والمواطنين الإبلاغ عن أي شكوى على أرقام المديرية، علما أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين. يعني نحن بظل هالظروف اللي عايشينها وظل الارتفاع العشوائي للأسعار واستغلال كتير مضاعف النفوس للأسواق وللمواطن وعدم تنظيم الأسعار وبما يتناسب مع أسعار الكلف ويعني العشوائية بالأسواق، فبدينا بحملة على كافة أسواق محافظة ريف دمشق، واليوم انطلقنا من هالمنطقة هي حملات مكثفة يومية لعدد كبير من المراقبين اللي موجودين بحماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بريف دمشق لمعالجة كافة القضايا التموينية دون استثناء، كل ما يتعلق بحاجات المواطن من الخضار والفواكه من اللحوم الأجبان والألبان المواد الأساسية المواد المدعومة المحروقات الغاز. اليوم الحقيقة شفنا يعني ارتياح كتير بالشارع، الناس كانت مطمنة لأنه تواجد الدولة ومتابعتها لواقع المعيشي والمعاشي كتير كان في ارتياح بالنسبة للمواطنين. ضبطنا عدد كبير من وسائل النقل اللي غير معلنة عن الأسعار والغير مقيدة فيها، وضبطنا عدد من محلات اللحوم عدد من محلات الخضار والفواكه الغير معلنة عن أسعارها، ودققنا بجداول التوزيع اللي موجودة ضمن مجلس المدينة لتوزيع المواد المدعومة من الغاز والمازوت وغيرها.